أخذنا في الدروس الماضية ما يتعلق بالسيارة، نعتبر أن الآن يعني كان الوقت كالمراجعة لما فقط. أولا هذا الدورة في ماذا؟ من يعني؟ في كف الصيام. لماذا اخترنا أن تكون هذه الدورة في كف الصيام أن تأخذ مثلا كذا العلم؟ لماذا؟ ما السبب؟ من يعرف؟ نعم، لأننا لا يمكن أن يأتي بأي عبادة من العبادات إلا ويأتي بدليل عليه. حرام أن تصلي أي إنسان، أقول حرام أن تصلي حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن في شباب النصارى إذا عودة لنقب عشان الله صلى الله عليه وسلم له النيار لا ولا ذلك ما تصير. طيب ما الحكمة من مشروعية السير؟ ما الحكمة من مشروعية السير؟ التوراة يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال ابن حفصة تقدم نسكت يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقائد الفعل الآمر باجتناب الهوان على علم وبصيرة. نعم، وأيضا من الحكم نعم خير الدنيا والآخرة وأن تصوم خير. ما الحكمة من مشروعية صيام شهر رمضان؟ تعليم النفس على الصبر. تعليم تعويض النفس على الصبر، يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله. أن تعلم أن هناك فقراء تمر عليه الساعات ولا يجد شيء، ولهذا تشرع الصدقة مع الفقراء في رمضان وتجد زكاة الفقراء حتى تغنيهم في يوم العيد على السواق. استشعار العبودية، استشعار العبودية، ونفعل كم تجد الأمور سمعا وطاعة الصحة راحة. نعم، تشعر بقيمة النعمة ولا يشكركم أزيدنكم أن الله عباد وأخذ المال وتأكل وتشرب فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المال. طيب ما حكم ثمران؟ خليك معنا يا شيخ، تعالوا ورد معنا تقدم. ما هو صيام رمضان؟ تعرف؟ انا لا اعرف العربية. سبحان الله، كنت سمعت انا وقد اعرف العربية. اجل هذا. سمعت انا وقد اعرف العربية. ممكن كلمة كلمة يعني. ما هو صيام رمضان؟ طيب. واحد. ايوه. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب سجل أنت؟ طيب جزاك الله. ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ نعم، هو التعبد لله بالإنسان. التعبد لله، إذا لابد أن تنوي الصيام بالإنسان عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصالح إلى غروب الشمس. نعم، تمسك ولا تأكل شيء يكون من المفطرات وتمسك المفطرات. نعم، على من يجب الصيام؟
على من يهم الصيام؟ على العاقل المسلم فرق ذلك العاقل فرق ذلك الجنون البالغ فرق الصغير الصحيح فرق ذلك مريض مرض يمنع من الصيام المقيم خارج بلاد المسافر مع ان الاولى بالمسافر الصيام الا اذا كان يشق عليه والخروج من الحيض والنفس مفسدات الصوم تعرف ما مفسدات الصيام الرده بتركه من الاعمال الأكل والشرب وما جرى ما جرى طعام الشراب أو كان يقوم مقام طعام الشراب كثيرا مغيرا الحجارة الدماء والاستبناء والقيع عبدا وعليه قطع صيام طيب مستحبات الصوم ما هي مستحبات الصوم؟ السلام عليكم. السلام. ما يعني مستحبات الصيام رمضان؟ هذا الشيء يستحب الصوم ما لا يسمع في رمضان. ما لا يسمع في رمضان الشيء. قراءة القرآن. قراءة القرآن. والصلاة التراويح. والتصدق. والصدقة. والاعتكاف والاعتمار. وعدم قول الزور والصدقة والصدقة والامتناع عن كل ما حرم الله بخاصة قول الزور وعمل به والدعاء يشبع للصائم أن يدعو للفطر وتعليم الفطر وتعقيم السحور ويتسحر السنة على الفطر وأن يفطر على أمر فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإن لم يجد فعلى الرجل من طعام فإن لم يجد ماء إفطار طيب أنواع الصيام من أربع من يعرف أنواع الصيام صيام واجب ومكروه ومستحب ومحرم الصيام الواجب ما هو؟ صيام رمضان والنذر والكفارة الصيام المستحب بني على الدليل نعم صيام الاثنين والخميس والايام البيض او ثلاث ايام كل شهر وصيام يوم عرفه لغير الحال وصيام ست من شوال وصيام عاشوراء والتاسع والحادي عشر وصيام عشر من الحجة ومحرم وشعبان وصيام يوم وفطر يوم طيب هذا الصيام المستحب الصيام المطلوب يكره للمرأة أن تصوم دون دين الزوج إلا إذا نوى جدار بها وصيام السبت وصيام الجمعة المفيدة الصيام المحرم صيام الدهر وصيام يوم الشهر أو يتقدم صيام رمضان يوم أو يومين وصيام يومين عيدين وصيام يوم العرفة للحاج وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي محرم الذي لم يجد الهدي يصح له الصيام وصيام رجب تخصيص رجب بالصيام محرم طيب هذا ايضا ما يتعلق بزكاة الفطر سميت بزكاة الفطر لان سبب هذه الزكاة نعم عن الله سبحانه وتعالى بها علم اتمام شهر رمضان حتى وان كان لم يصل كل من غابت عليه الشمس يوم العيد تجب عليه الزكاة أسلم قبل المغرب بدقيقة وأرد عليه الشمس تجب في حقه زكاة مع أنه لم يصل المريض كذلك الصغير والكبير الذكر والأنثى الحر والعبد هذه
هل تجب الزكاة أي زكاة الفطر على الجنين الذي بمقر منه؟ لا تجب، لكن مستحب إخبار زكاة الفطر عن الجنين لقول عثمان رضي الله عنه. تخرج طعام وغرض منها الحكمة من إخبار أبناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. تهمة الصائم له غرض، عندما تصوم قد يحدث بشيء، ولذلك إخبار الصلوات تستقبل. وكذلك إخراج زكاة الفطر حتى تطهر الصائم مما بدر منه من لهو ورفض وغيره. صائم الطعام قمح، شعير، رز، مكرونه، تمر، زبيب، نهر. لكن لا يصح تخرج فوائد. كذلك إخراج زكاة الفطر مال، هناك من يمنع من إخراج زكاة الفطر نقود، والأولى أن تخرج على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ورع المال للمساكين. وأولا كذلك قال ما يتعلق بصلاة التراويح أنها سنة، وتؤدي الجماعة في المسجد، ويحصل له بالقيام بأعمال كثيرة صلاة القيام بين، والأصل أن يقوم على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عند عشرة. ثم أقل ما يتعلق أيضا بالاعتكاف أنه سنة مؤكدة ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطل الاعتكاف الجماع وقود الدين. ثم أيضا أقل شيء ما يتعلق بصلاة العيدين وإمامة تكبير مطلق وتكبير مقيم. طيب نعم.